بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوان السلام عليكم من جديد. أتمنى الله عز وجل يكون كل شيء على خير وبخير من الإخوة اللي كنعرفو والإخوة اللي ما كنعرفوش وكل المتتبعين ديال هذا الاسم. هذا كنحييكم من هذا المنبر، تحياتي لكم مدينة فاس، إلى جميع المدن المغربية وإلى جميع أحباء أينما كانوا. موضوع إخوان ديال اليوم اللي هو موضوع صراحة موضوع جديد، كل المقاييس ديالو كانوا في الأول بعد الإشارات لهذا الموضوع هذا في بعض المدن وبعض الكتاب، ولكن اليوم أصبح حقيقة، ماشي مجرد شائعة أو مجرد شي حاجة كتقال. اليوم أصبحت حقيقة لازم علينا نتقبلوها كاملين، اللي هي موضوع ديال بيع الدراجة النارية. أصبح شي حاجة كيف كنقولوا ممنوعة تلقائيا، ممنوعة منع كليا من فوق شهر 5 لدابا. بالنسبة للدراجة النارية اللي خرجات من فوق شهر 5 لدابا، كانوا كيقولوا بعض الكتاب كيقول لك لا ما يمكن ليش نبيع، ما يمكن لوش ياخذ ورقه البيع حتى تخرج البلاكه يقلبها في سميتك وعاد يبيع لك وقلبوها في سميتك. لا، كانوا هكا كانوا كيكتبوا. حتى هنا مازال ادوام قلت انا الصفر العظيم، حتى هنا باقيين كيكتبوا وباقي الناس في غفله من هذه الامور. هذه اللي هي الصراحه خصها تكون ياخذها الانسان بجديه، ما يتهاونش في هذه الامور هذه وما يتكاسلش عليها، وخصو يوقف على هذا الامر هذا حتى الاخر نقطه ديالو، باش ما يتقولفش غدا بعد غدا يقول لك لا حقا راه نصب عليا فلان ولا دالي رزقي فلان ولا ما كاينش. القانون لا يحمي المغفلين دابا في هذه الامور هذه. اللي ديال المكاتبه اصبحت كتمشي كتخرج موتور من اي مكازا كيعطيك داك المسائل ديالك، كتمشي كتدفع الدوسي ديالك لاي فيزيت كاينه، كتعطيهم داك الوريقات ديالك، كيعطيوك الروسي ديال الدراجه ديالك باش تسرو ليه باش تقطع راسك. اليوم معظم ديالو كيكون فيه 60 يوم، ومن بعد 60 يوم بعد 60 يوم اللي كتساليها كتمشي ترجع عندهم يطبعوا لك في هذا الشيء. راه كلشي كيعرفوا معروف هذه المساله هذه. دابا لا، دابا راهم دابا ولاو كيعطيوك داك الروسي. يا ربي السلامة، حادثة السير دراجة نارية، الله يلطف يا اخي، الله يسهل، لا حول ولا قوة الا بالله. حادثة السير يا ربي تلطف، يا ربي تلطف الاخ هذا، او لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يلطف به، الله يكون في عونه، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسيت انا بشي شوية البرد ندير حادثة السير صراحة. السير كتشوف بحال الشكل، لا حول ولا قوة الا بالله. المزيد الاخوان، المزيد 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 من الحيطة والحضار، مزيد من الحيطة والحضار. الله يجزيكم بالخير اخوز، نفسي طعسو يشري كاسك مزيان، يشري كاسك مزيان بثمن مزيان، ويمشي ما امكن، يحاول الانسان ما امكن يمشي بسرعة قانونية. اللي يقدر لا قدر الله عز وجل وكانت شي حاجة في المكتب ديالو تكون شي حاجة منخافضة، ما يكونش الانسان في واحد الضرر كبير على الجسم ديالو ولا في الداس ديالو، لا قدر الله كاع يقدر تمشي له الحياة ديالو الا كان مكتب له الله عز وجل. لهذا اخوان مزيد من الحيطة والحضار، قلت اللي في استطاعته ياخذ المعدات ديال السلامه اللي هما البروتيج ديال اليدين، البروتيج ديال الكساف، والبروتيج ديال الركابي. اللي في استطاعته ياخذ، اللي كيخدم موتور بزاف وفي استطاعته ياخذ هادو ياخذهم، واللي في استطاعته انه ياخذ شي لبسه ياخذها، ما يتهاونش على نفسه. هذا الانسان اللي كيتحرك بموتور بزاف
كاسك اللي ما استطعتوش ياخذ كاسك مزيان اوريجينال شي حاجه مزيانه اللي تقدر تجمع له الراس ديالو كامل مع العنق ديالو مع اللازمه ديالو، ياخذ واخا يمشي يقلب غير على داك الصحاب اللي كيجيبوا داك الشيء للبالي، وداك الشيء راه كيكون عندهم كاسكات باثمنه زوينه 300 400 500 600 درهم، كيكون عندهم كاسكات في هاد الاثمنه هادي 600 500 400 درهم، ماشي مشكل الانسان ياخذو في الطاي ديالو، اهم حاجه ياخذ القياس اللي غادي يجيه هو، حيت الا خديتي كاسك كبر منك او صغر منك راه غير غد تضر نفسك، تبقى غادي معذب معاه، تبقى غير معذب نفسك مع داك الكاسك كبر منك ولا صغر منك. هذا يستحسن الانسان يشوف الطاي ديالو يقلب على الطاي اللي طلق به اللي تجيلو في الراس ديالو، كيف راه كيف غادي تلبس صباط او سبرديله في رجليك كتمشي تاخذ النمره ديالك ما زايده ما ناقصه، كذلك هو مثال الكاسك راه كاين اللي طاي على قدر الراس ديالك تاخذ الفورمه ديالك، وغادي تكون على الاقل حميتي راسك واحد النسبه، حتى لا قدر الله عز وجل وكتبت عليك شي حاجه ضربة الراس كتكون شي شويه قاسحه، وكيكون عواقب صراحه التالي ديالها، واخا انسان كيتشافى واخا كيبقى الاضرار ديالها التالي. نسال الله السلامه والعافيه للجميع، نطلب الله عز وجل يحمينا ويحميكم من شر الطريق ومن شر هاد المصائب ديال الحديد، هذا راه غير بلاستيك ماشي حديد اللي راكبين عليه، نسال الله السلامه والعافيه. والتأمين اخوان، التأمين الله يجازيكم بالخير، اللي ما غايدير سلاسونس ديالو، انا كنهضر مع الدراري اللي كيقراو والدراري اللي كيخدمو، الدراري ولاد الناس، الدراري اللي دراوش، الدراري اللي داير موتور على قبل واحد الهدف معين، لانه على قبل انه يستافد منه في التنقل ديالو للعمل ديالو او الدراسه ديالو او التجاره ديالو او شي حاجه بحال هكا، الانسان كيستافد من الموتور ديالو على قبل شي حاجه مفيده، ماشي على قبل التواشي والزلاله وداك الشيء، هذوك راه لا علاقه، السرقه نطلبوا من الله عز وجل يسلط عليهم جميع انواع رجال الامن فين ما كانوا، يتسلطوا على هذوك ينقيوهم، راهم وسخوا هذه الكره الارضيه. انا كنهضر مع الناس اللي دراوش، اللي كيقراو اللي كيخدموا اللي كيديروا التجاره واللي كيديروا ليبراج وكلش، كنتمنى لهم الله كل التوفيق والخير ان شاء الله. وبالنسبه للتامين راه قضيات صغيره، راه ما بقاش داك الشيء ديال سير قطع سيرونس واجي خد الموتور ديالك ولا صافي نادي، دابا راه ولات المشكل، راه ولا عندك محضر، كاين دار لك محضر عند البوست ديال البوليس اللي تشديتي في المنطقه اللي تشديتي فيها او المنطقه اللي انت تابع عليها، كاين دار لك محضر مع رجال الامن اللي شدوك، كاين دار لك داك المحضر هذاك كتسني عليه كتمشي، كيعطيك واحد الوريقه كتقطع راسيرونس، كيعطيك واحد الوريقه كتمشي كتخرج موتورك. ولكن المشكل ماشي هنا، المشكل هو ان واحد من بعد واحد 15 او 20 يوم او سيمانه او شهر على حساب المحضر ديالك فوقاش تقدم، كتجيك واحد السيد عامل المحكمه، وفاش كتجيك داك السيد عامل المحكمه كتتفاجئ انت بواحد المبلغ اللي هو مبلغ كبير، كل واحد على حساب القدره ديالو على حساب داك الشيء كيفاش كيتخدم له الدوسي او كيفاش كيتقدم له المحضر، او كيولي انسان لا ما قدش نخلص. سير اخويا الا قدرتي تمشي لحدك، هذا اش كتلعب يا الشريف الله يهديك، كيولي انسان يسبق ويجري منين غنخلص، انت عاد كنت خلصتي 1400 درهم او 400 درهم او شو شحال شحال قطعتي ديال الشهور، واش 6 شهور ولا 3 شهور ولا عام، وقد تفاجئ بروسي ديال المحكمه مسافته لك سيد عافيه انت وزهرك كيف كنقولوا، انت والمحضر ديالك 1000 درهم ولا 1800 ولا 1500 ولا 1600 ولا 2000 و 3000 على حساب النوع ديال الدراجة وعلى حساب النوع ديال التأمين اللي عندك وعلى حساب الشركة وعلى حساب المحضر، وزيد وزيد وزيد،
لهذا الانسان اللي ما في استطاعته شي قطار سيرونس بلا ما يحرك الموتور نصيحة ليه من عندي انا عاد بلا مقوس هنا نتسناو نجاوبو هاد الشخص او كل كيسأل الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لهذا يا اخوان اسمحوا لي كنعتذر راني خرجت على الموضوع ديال البيع جابتها الطريق وجابتها الحالة ديال داك الشخص مسكين الله يشافيه وينظر من حالو. نتمنى من الله عز وجل ما تكونش عنده شي حاجة خطيرة يكون غير شي حاجة بسيطة اللي ما تقدرش تعرقل له الحياة ديالو الدراسة ديالو او العمل ديالو. نتمنى من الله يكون خير ونتمنى من الله يكون داير القانون ديالو باش ما يضيعش حتى لا قدر الله وكانت كان شي اضرار ولا كان شي مخسر مادي ولا شي حاجة يتعود فيه من طرف الشركة التأمين او هذا. نطلبوا الله عز وجل السلامة للجميع. كيف قلت اخوت دابا وليتي خصك تبيع موتورك ما يمكن لكش تبيعو الا ما خرجت لك البلاكة هذه وحدة راه مكتوب دابا في اي روسي في اي موتور جديد خديتي كتمشي لاي لافيزيت كيخرجوك داك الروسي داك التوصيل كيف كنقولوا له هنايا داك التوصيل كيعطيوك داك التوصيل فيه مكتوبة فيه غير صالح للبيع اي بمعنى ما يمكن لكش تبيع حتى تخرج لك البلاكة داك الساعات يمكن لك تبيع عادي بالطريقة ديالهم بالطريقة القانونية عادي يمكن لك تبيع وفاش تبيع داك الساعات هو مباشرة كيخصو يقلب هذيك البلاكة في الاسم ديالو يعني كيعطيو داك المهلة وخصو يقلب في الاسم ديالو داك الشي كامل تولي البلاكة في الاسم ديالو بحالهم بحال دابا تقريبا اصبح عالم الدراجة الصغيرة والكبيرة بحال في كلش راه غادي ليها وغادي تولي عادي بحال اللي عندك 600 او 700 او 1000 بحال اللي عندك 49 بحال راه غير واحد نقيطة كيف كنقولوا راه ما يمكنلكش ما غايمكن لهمش يجيو في البلاصه ويطبقوا كل شيء في خطره راه غادي تولي الامور معقده شي شويه يستحسن هما كيلعبوا دابا مع التصفيه صفاو داك الشيء القديم هما دابا خدامين في جديد عاوتاني دابا راه خارج كله قانوني ما كاينش شي حاجه مزوره الا اللي كيزورها المواطن نفسه يعني خصك تبيع موتورك دابا الا بغيتي تبيع اش كدير اخويا الحبيب الا بغيتي تبيع خصك تبيع بالوكاله والوكاله راه فيها خطر بزاف الاخوان علينا وعلى على الشاري الا طحتي في شي نصاب ولا شي حاجه راه لا قدر الله يقدر يلعب معاك بزاف ديال الامور. لهذا انسان يحاول يعرف من عند من غيشري والانسان اللي يبيع يحاول ما امكن قبل ما يبيع وقبل حتى ما يشري داك الموتور اللي غادي يضطر انه يبيعهم بعد واحد 3 شهور ولا 4 شهور يعرف شنو يشري. دابا حنا ولات فينا فيس يعني هذا الموديل هذا بان شهر 12 خصني نشريه كيجي شهر 3 ولا شهر 2 كيبان موديل واحد اخر كيعجبني كيخصني نشريه. لا اخويا شوف انا من نفسي وجبدت انا راه في هذا الفيس هذا الله يعفو علينا منه وراني غادي كنقول ان شاء الله باذن الله غادي نحيدو من بعد الدراجه هذه ان شاء الله غادي نحيد هذا الفيس هذا باذن الله حيت كاين غير الضرر بزاف كاين الضرر مادي اكثر الضرر مادي اخوان دابا شريتي هذه ب 1000 درهم غدا ولا بعد غدا كتشي تبيعها ب 700 درهم ولا 600 درهم ولا 800 درهم وكتولي مضطر انك تمشي تزيد 500 درهم ولا 1000 درهم واحده اخرى باش تولي تشري هذيك اللي غادي تشريها عاوتاني كضرب بها واحد المده وكتخسر عليها بزاف ديال التواشي بزاف ديال الاكسسوار وهادي وفي التالي كتمشي كتبيع عاوتاني بقل الثمن. لهذا نطلبوا من الله عز وجل عفوا علينا من هذا الفيس. هذا اخوان انسان قبل ما يشري يعرف شنو خصو يشري ويعرف شنو خصو يدير قبل ما يشري ولا بغيتي تبيع دابا خويا موتورك راه المشكله خصك تمشي تبيع بالوكاله كاتب عمومي راه ما غيبقاش غدير كاين حلول اللي غيندارو هما انك خصك تمشي تكتب معاه كيف كنقولوا داك معاهده بالبيع فاش كتسالي داك معاهده البيع كديروا داك ورقه كاتب عمومي عند كاتب عمومي وكتشوف قال لي جيوها في المقاطعه في الدائره ديالكم اللي سابعين ليها او في اي دائره قال لي جيوها في اي دائره
فاش تقالي زيها تخلي داك الوريقة عندك والمسائل، واللي غيسري يحاول ما امكن يحتفظ بالرقم ديال البيع ديالو، رقم الهاتف ديالو وبطاقة الوطنية ديالو، الفوتوكوبي ديالها يخليها عنده، واش لا قدر الله كان شي حاجه يتصل به وهادي باش ما حتى داك الفوتوكوبي يحاول ياخذها من عندهم غاليزيا. التاريخ هذاك نيس داك التاريخ، هذه كنصيحه وكحل مطروح، يعني النهار اللي غادي تقاليزي نساوي هذاك الغاليزاسيون، النهار اللي غادي تقاليزي نساوي هذاك الغاليزاسيون جاليزي مع حتى فوتوكوبي ديال الكارت، قول له جاليزي هاك ويعطيها لك مع الدوسي ديالك، خليهم تما باش يبقى فوتوكوبي ديال المالك الاصلي معاه، والوكالة راه دايرين شنو فيها نتوما، وانت كترولي في امان الله وحفظه حتى النهار اللي تخرج لك البلاكا، انت راك ضروري غتبقى من الشهر من 30 يوم 30 يوم ما تبقاش تدفع يطبعوا لك. النهار اللي غنقول لك خرجت، النهار اللي غتشد الطبع يقول لك خرجت، اتصل به ديك الساعات وتلاقى نساويه، وانت دفعتي البلاكا ديالك ديك الساعات راهم في لافيزيت يعطيك واحد الوريقه تعمرها، وغادي تعطيهم فوتوكوبي ديال لاكارت ديالك مقاليزيات كذلك ومثال ديك الوريقه، وانت في امان الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كنتمنى الفكره تكون وصلت، وكنتمنى ما نكونش ثقيل على قلبكم، وكنتمنى من الله عز وجل النصائح اللي قدمت تكون بسيطه وتكون توصل للاخوان اللي يستافدوا منها ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتمنى لكم الخير، وكاين الجديد ان شاء الله في هذا الاسبوع، كاين واحد جوج درجات صراحه اللي وحده جديده وبمواصفات معتبره، وكنظن انا غادي نقول انا المعدم ديال الدراري غادي يتخلاو على البريكان ويتخلاو على الصانيه وغادي ياخذوها هي، وانتم غتشوفوا باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم.